نرحب فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم نجوم اللعبه. مثل ما تشوفون معانا احنا في نادي السالميه وتحديدا ملعب كره القدم. خليكم معنا بعد الفاصل نتعرف اكثر على هذه اللعبه. عبد الله العوم مساعد مدرب نادي السالمية. عبد الله، لما نتكلم عن مواصفات لاعب تحت ال 15 سنة، لاعب الناشئين، شنو المواصفات اللي توفر فيه انه يكون احد يعني اللاعبين اللي تحت يعني قيادتك؟ اول شيء اللاعب لازم يكون يعني جسمانيا ممتاز، في عنده السرعة، عنده الاحساس بالكرة، تسليم واستلام، او يكون يعني خلاص متفوق على هالسؤال المهارات هذه. بالنسبة حق المرحلة هذه احنا اكثر شيء قاعد نركز فيه على مراكز اللاعبين، كل لاعب وين يمتاز باي مركز، شنو المهارة اللي عنده نحاول نصقلها له نطلعها له، نطور المهارة اللاعب كثر ما نقدر. في منافسة بين الاندية والاكاديميات، شنو اللي يفرق بينكم بين الاكاديميات، خاصة ان الاكاديميات عندها امكانيات يعني كبيرة صارت الان تنافس الاندية؟ طبعا فرق شاسع كبير، الفرق الاكاديميات في بطولات وديه تكون، لكن احنا عندنا دوري وعندنا مسابقات يعني رسميه من الاتحاد الكويتي، فهذا يخلي الدوري شويه بالانديه اقوى، يكون اقوى من الاكاديميات. لما نتكلم عن هذه الفئه العمريه، شلون المدرب يصقل مهارات اللاعب، خاصه ان اللاعب هالعمر يعني يعتبر اخطر مرحله او ممكن تحدد مصيره يعني لما يكبر؟ لا طبعا هذا من المدرب، لازم هو طريقته يعرف شلون يحتوي اللاعبين، المهارات الذهنيه لازم يشتغل فيها، و يعني يخلي اللاعب يدش باجواء اللعبه. طبعا يخلي اللاعب اجواء اللعبه يدش فيها ويركز، زي يحاول كثر ما يقدر يعني يركز على اللاعب. لما نتكلم كابتن عن كرة القدم، كرة القدم تعتبر اللعبة الشعبية الأكثر في العالم، وعندنا في الكويت المركز الأول في الشعبية، أكيد المدرب كرة القدم يعيش في حيرة من أمره، خاصة بهالعمر، شلون يختار يعني اللاعبين، خاصة اللي تقدمون عدد كبير من اللاعبين وعدد كبير من المواهب؟ طبعا هو كل سنة يكون في استقبال لاعبين بداية الموسم، اختيار يكون على اللاعب اللي عنده المهارة، اللي عنده المهارة، عنده السرعة، على حسب قناعة المدرب باللاعب اللي يكون جديد عندنا. زين، لاعب يكون عنده تمرير استلام طيب، عنده السرعة، عنده مهارات ضرب كرة بالراس، تسديد، هذه كلها ممكن تخليك خلاص تركز على اللاعب وتخليه عندك بالنادي. كابتن، لاعب الذي لم يحافظ على مستواه أو ممكن أنه يكون مستوى نازل، فكيف يعني يتصرف ويا المدرب؟ هل يتم استبعاده، استبداله، تطويره بشكل أساسي؟ لا، هذا كثر ما تقدر تشتغل عليه نفسيا، زين، وتمارين ذهنية وتساعده، ما تخليه، لا تساعده يرد مستوى، يطور مستوى للأفضل. كل الشكر لك وعساك على القوة. الله يسلمك. نطلع معكم أعزائي المشاهدين فاصل، ثم نرجع نستكمل معكم حلقتنا لهذا اليوم. خالد، لما نتكلم بشكل عام عن دخولك في نادي السالمية ولعبة كرة القدم تحديدا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أشكر قناة الثالثة على الاستضافة الحلوة، وأحب أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي، وعلى رأسهم أبو محمد كابتن مبارك الدوسري، كابتن مرزوق، صراحة كابتن مرزوق ساعدنا بالأمور الإدارية قبل الفنية، وهو اللي أصر أني أحضر التمارين أول بأول. ما شاء الله،
لما نتكلم عن فئتكم تحت 15 سنة قريب للفريق الأول وفريق فريق كرة القدم الممتاز، أكيد ضغط بالنسبة لكم منو يصعد، مهارات، تطور مستوى، يعني شغلات هذه تكون هاجس مع اللاعب. شيء طبيعي أنه يكون ضغط، لكن حنا نفكر على كثر أن نكون أن كمجموعة واحدة أكثر ما تكون أنا فردي، أن هي بالأخير 11 لاعب يعني مو لعبة فردية. نتكلم عن مستوى نادي السالمية تحديدا السنة اللي فاتت، الموسم اللي فات، نتكلم عن مستواهم وحصيلة نادي السالمية في الدوري العام. الموسم اللي طاف رب لك الحمد جبنا ثاني الدوري وثالث الكاس، وبإذن الله الموسم هذا بإذن الله الأول دوري والأول الكاس. أكيد يعني الواحد يستفيد من خبرة السنة اللي فاتت، شنو الأخطاء اللي تحس إن يعني كانت معاكم في الموسم اللي فات؟ والله الأخطاء خليها على الجهاز الفني، لكن احنا هدفنا نركز بالدوري هذا وبإذن الله لنا كلمة إن شاء الله. زين، لما نتكلم عن الألعاب بشكل عام الرياضية، أكيد إن كرة القدم ليست الهواية الوحيدة لك، أكيد جربت لعبة ثانية، شنو جربت؟ والله جربت فنون قتال. فنون قتال ما مشت معاك؟ لا مشت يعني الحمد لله، جبت 8 مرات طال الكويت. ما شاء الله، شو اللي خلاك تمسك كرة القدم؟ والله قبل سنتين يعني شفت موهبة، الوالد شاف فيني موهبة، دشيت أكاديمية ومن ثم دشيت النادي ورب لك الحمد رحت منتخب. ما شاء الله، الآن أنت يعني أخذت بطولات في لعبة فنون قتالية ولعبة كرة القدم، والآن نشوفك في كرة القدم، كلمني عن الهواية بشكل عام، شنو اللي خلاك تختار بينهم؟ أكيد كان الاختيار صعب دامك أنت اثنينهم ماخذ فيهم بطولات. والله كرة القدم كانت يعني حبيتها أكثر من كرة من أكثر شعبية إذا قدر نقول يعني. أن الديوانية عند الربع إلا أنت لاعب كرة غير عن لما تكون فنون قتال. أنا لعبة عنيفة يعني فنون قتال. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بداية كنت كرة القدم، أول شيء ما أحب ولا كرة، فجأة يعني كنت أحب لاعب أنا ميسي، فحبيته وحبيت الكرة، فأبوي جابني النادي وكملت وصلت الحمد لله. ما شاء الله، أنت يعني ميسي خلاك يعني حفزك إنك تلعب كرة قدم، شلون تشوف يعني لعبة كرة قدم على الواقع يعني غير لما كنت تشوفها بالتلفزيون؟ والله وايد ممتعة وأحب هالشيء يعني. وين تلعب في الملعب؟ وين مركزك؟ ألعب باك يسار وقلب دفاع. ميسي ما يلعب هالاماكن بس هو اللي خلاني احب الكره يعني مع المدرب. انت في طور الاحتراف الان، انت لاعب قريب الى الفريق الاول، اكيد ان الواحد يركز على تطوير نفسه والمدرب ممكن يقول له وين المكان اللي هو يقدر يعطي فيه اكثر. اي طبعا، اول شيء كنت انا العب وانا صغير مهاجم، بعدين جت السالميه والكابتن شافني يعني زين العب قلب دفاع وباك يسار واستمريت. ما شاء الله، شلون تشوف اللعب في الانديه الرياضيه؟ اكيد تغير عليك على الاكاديميات واللعب السكه، صار تنظيم اكثر وصار تنافس اكثر يعني دوري وكاس واهداف دوري، فصار احسن يعني. احمد كلمني عن بدايتك في نادي السالمية وتحديدا لعبه كره القدم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما انت عارف بالبدايه الكل يبلش من الاكاديميات او من لعب السكه، وبعدين الانديه تشوف اللاعبين وتاخذهم. شوف الانديه احتوت يعني موهبتك، خاصه انت الحين ما شاء الله اكيد صار لك اكثر من 3-4 سنوات انت في النادي وبالفريق يعني قريب من الفريق الاول، اكيد هذا يعطيك دافع كبير ان تطور مستواك. اي اكيد، دام احنا الحين قراب من الفريق الاول دائما نركز ان نطور من نفسنا ونهتم بالتمرين. شو اللي تغير عليك بعد لعب الاكاديميه؟ يعني انت لعبت اكاديميه ولعبت في نادي، يعني جربت الاثنين، شنو الاسلوب اللي تغير عليك؟ الفرق اهتمام الاتحاد الكويتي فينا، خاصة انه يهتم باللاعب اذا كان موهوب اكثر، فرق 11-11 بس. زين، دراسيا لما نتكلم اللاعب اكيد لما يكون يعني ناجح فنيا اكيد انه دراسيا الجانب الكبير اللي لازم يحافظ عليه، فشلون تشوف وضعك في الدراسة خاصة انت احد لاعبين فريق السالمية؟ والله كل لاعب يقدر يهتم بنفسه خاصة بالدراسة وباللعب، يعني يقدر ينظم وقته متى يدرس ومتى يحضر التمرين. تشوف انه صعب الواحد انه يدرس او يحقق علامات يعني مميزه اذا هو في رياضه؟ لا، شيء سهل عادي اذا منظم نفسه وقته يقدر ينسق بين الاثنين. والمدربين ما شاء الله قاعد يتابعون معاكم حتى حالتكم الدراسيه؟ اي حتى حالتنا الدراسيه. اذا يعني الواحد ممكن يعني اخذ فرضا علامه متدنيه ممكن تكون عقوبات في النادي؟ في عقوبات، في اللي ما يلعب مباريات اللي يوقفونه عشان يشد حيله بالدراسه يقدر يلعب. لان بالنهايه يعني الاثنين مستقبل بالنسبه للاعب. اي اكيد، دام احنا الحين بالبدايه للحين مراحل سنيه ما وصلنا الفريق الاول، الاهتمام اكثر شيء يكون بالدراسه. بعد ما شفنا معكم اعزائي المشاهدين احداث حلقتنا لهذا اليوم وصلنا معكم الى الختام، نشوفكم باكر في حلقه جديده، فما الله.